حياكم الله مجددا مشاهدينا، ووصلنا معكم لفقرتنا الحواريه اللي نخصصها اليوم للحديث عن مجموعه من ابناء الكويت الطموحين اللي كل همهم ان ديرتهم تكون دائما في مراتب عليا وتحقق انجازات كبيره، ولهذا يعني يحرصون انهم يكونون في افضل احتمال كافضل المدربين والمستشارين والمؤهلين في شتى الميادين. نسولف اليوم عن فريق مدربون كويتيون بلا حدود، بين قوسين هذا الفريق تطوعي. هذا الفريق الحاصل على شهادة اعتماد وإشهار رسمية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كأحد الفرق التطوعية الرسمية اللي تسعى لخدمة المجتمع في مجالات التدريب والتأهيل والكوتشنج والاستشارة. نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور عباس أحمد الطراح، مؤسس ورئيس فريق مدربون كويتيون بلا حدود التطوعي، وأيضا البروفيسور علي صالح النجادة، رئيس لجنة الاستشارات والتخطيط والتدريب في الفريق. صباحكم خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامج العالم هذا الصباح. يا الأخ نور نجيب، حياكم الله. الله يحييك. احنا في البداية ودنا ان تعرف اكيد مع المشاهدين عن تعريف كذي عن فريق مدربون كويتيون بلا حدود، متى تأسس وشلون ياتكم الفكرة؟ بالبداية ابتدي معك دكتور عباس الطراح. بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير والمشاهد العزيز. موضوع المشروع الفريق مدربون كويتيون بلا حدود هو بدأ من خلال كنا نعطي دورات في الجامعة، فكنا نخرج مجاميع من الخريجين المدربين، فكانوا بعدين يسألون يعني يقول زين احنا ما شلون نقدر نسوق روحنا، ما نعرف احد، يعني في صعوبه، يعني راح نقعد كذي، فشلون البروسيجر اللي نقدر من خلاله نقدم يعني ورش او دورات. فكانت الفكره ان قعدت بعدين مع مجموعه وقررنا ان ننشئ هذا الفريق، وشوي شوي كونا مجموعه، كان معي البروفيسور علي النجاده، وقدمنا المشروع حق وزارة الشؤون برنامج بادر، وقررنا الموضوع هذا وحطينا الرؤية والرسالة والأهداف، ومنها طلع الإشهار، فكوننا الحين الفريق، ولله الحمد يعني عندنا كمية كبيرة من الورش قاعد نقدمها حق الوزارات، حق المدارس، كثير من المؤسسات، يعني حتى حق الأفراد يعني اللي بيكملون دراسات عليا مثلا، شلون ان نهيئه ان يسوي له برنامج او حقيبة تدريبية، ان هيئة نفسها حق دراسات العليا، ان شلون مثلا يقدر يكون متحدث جيد امام جمهور، شلون ايضا يعني كثير من الناس حتى اللي عندنا فادتهم في ترقياتهم، يعني هذيل كانوا يعني ما عندهم سيره ذاتيه، فبداوا يكونون السي في مالهم من خلال الورش اللي قاعد يقدمونها من خلال الوزارات والمؤسسات. والورشه تكون من 3 ساعات، يعني تصور ياخذ اجازه عشان يروح يقدم ورشه في مؤسسه ثانيه لخدمة المجتمع وخدمة الموظفين ومستقبل مهاراتهم. فهذه كانت البداية، وكان الإشهار في 29 نوفمبر 2021، يعني صار لنا تقريبا 2.5 سنين، بس ما شاء الله عندنا أكثر من يعني عندنا مجموعة كبيرة من الورش، مجموعة من الدورات التدريبية، الأوراق العلمية، المؤتمرات، وعندنا تواصل مع يعني جمعيات النفع العام والفرق التطوعية، وأيضا عندنا تواصل مع أيضا الجهات التدريب داخل وخارج دولة الكويت، وفي السبيل طبعا إلى التطور والتنمية في هذا المجال. على هذا بغيت أوصلها مع البروفيسور علي النجادة، طبعا أصبح عليك بالخير. حياك الله. 2.5 سنين، عدد كبير من الإنجاز من الدورات الحمد لله، لكن ودنا نعرف شنو الأبرز، هل كل الدورات مفيدة ولا يعني ان شاء الله كلها مفيده يعني. نعم. بس اقصد انه شنو الابرز فيها وشنو الافيد اللي قاعد تشوفون انه يصلح حق المجتمع عندنا. نعم. بالكويت قبل. نعم. لا نطلع فيه لبرا الدوله. نعم نعم. طبعا بالنسبه لنا مجرد احصائيه اقول لك اياها، قدم الفريق تقريبا 8 دورات، اكثر من 60 ورشة تدريبيه، ورقتين عمل، مؤتمر شاركنا فيه، حلقة نقاشية، أيضا في تقريبا 7 أو 8 مقابلات إذاعية وتلفزيونية، و4 مشاركات في رعاية مؤتمرات، وأيضا قدمنا خدمة استشارية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحصل الفريق على جائزة الفرق المتميزة أو الفرق التطوعية المنجزة، هذا كله خلال هذه الفترة. طبعا بالنسبة للدورات عندنا صار في عندنا في الفترة الأولى في البداية بسبب أن عندنا الأعضاء كثير منهم متخصصين في المجال النفسي، يعني عندهم دراسة بكالوريوس وماجستير في علم النفس
نفس، فكان أغلب اللي هي الورش التدريبية اللي عندنا تنصب على مثلا عندك اللي هو كيفية السيطرة على الغضب. أيضا عندنا ورشة عمل في فن التعامل مع الآخرين وفن الحديث معهم، شلون أتعامل معهم على اختلاف اللي هي الشخصيات، في تقريبا 19 شخصية إنسانية مختلفة، فشلون أتعامل معهم في حال الغضب، في حال على قولتهم العمل الجماعي وما أشبه. أيضا عملنا في العمل الجماعي، كان عندنا ورشة عمل، عندنا الدكتور طبعا قدم أكثر من ورشة عمل في الصحة النفسية، وهذه يمكن أيضا من أبرز اللي هي ورش العمل. ف أيضا في عندنا ورش عمل، وفي عندنا عملنا اللي هو موسمين تدريبيين، كان عندنا الموسم التدريبي الأول في تقريبا 18 ورشة عمل اللي هو السنة الماضية، والسنة هذه ارتفع عدد اللي هي الورش التدريبية إلى تقريبا 39 ورشة تدريبية. فهذه التشكيلة، والآن احنا قاعدين كمرحلة أخرى متقدمة ان احنا نصنف ورش العمل على حسب اللي هي التخصصات، بحيث يكون عندي شيء في الجانب خلنا نقول الاقتصادي، جانب في الاجتماعي، جانب في النفسي، جانب في اللي هو الفني، يحفظ التنوع أيضا، على أساس انه يحفظ التنوع، وأيضا عشان عملية مخاطبة الجهات سواء الرسمية أو القطاع الخاص اللي مثل ما تفضل الدكتور وقال لنا بينهم تواصل، على أساس اني انا ممكن مثلا الجهات هذه تحتاج إلى ورش معينة أو دورات معينة، فنعطيهم اللي هي القائمة اللي تناسبهم. أيضا ننتظر منهم، يعني قاعدين اتصالات من عدد من الجهات أنهم يطلبون ورش معينة على قولتهم بعناوينها. هل من يكون يعني بروفيسور علي؟ نعم. أنه يكون حسب المتطلبات الخاصة بالفئة المعنية. أنا ودي بعد أسأل سؤال لك دكتور عباس، هل في فئة مستهدفة، جمهور معين يتلقى منكم هذه الدورات وهذه الورش يعني، ولا مثلا عندكم تركيزكم على خريجين الجامعات لا على مثلا المؤسسات الحكومية؟ يعني أنا بعرف شنو شريحتكم. نعم، سؤال حلو. بالنسبة فيما يتعلق بالنسبة للشرائح، اللي عندنا مجموعة من الشرائح، ما عندنا يعني فئة مستهدفة واحدة. يعني بالنسبة للمدارس تكون أحيانا للهيئة التدريسية، المعلمين والمعلمات أو للطلبة. بالنسبة للوزارات راح تكون للموظفين. في بالنسبة أيضا عندنا للجمهور، يعني عندنا في مكتبة الكويت الوطنية عندنا أيضا بالشهر مرتين نقدم ورش للجمهور، دعوة عامة، فهذه أيضا تكون مفتوحة للجمهور. فعندنا أكثر من فئة مستهدفة، يعني ما عندنا فئة مستهدفة واحدة، عندنا جميع يعني مجموعة من الفئات المستهدفة، اللي نحس أنها فعلا هي بحاجة إلى التأهيل وإلى تطوير مهاراتهم أو تكوين مهارات جديدة لهم، من خلال عندنا مقاييس خاصة فينا، مقاييس نفسية إدارية، من خلال تطبيقات معينة. عندنا مثلا دورة الإسعافات الأولية النفسية، هذه أول مرة تعقد ونقدمها، فحن بس هالين أسبوعين تعطى في الجامعة، والحين تعطى عن طريق جهة خاصة، من أسبوعين ثلاثة أسابيع تكون مكثفة، يطلع الواحد خريج مسعف نفسي. ومنها أصدرنا كتاب اسمه الإسعافات الأولية النفسية، أيضا موجود بالمكتبة، موجود. فيعني عندنا ورش باستمرار يعني متنوعة ومتجددة خاصة في جميل. ما يتعلق أنا بس كنت يعني أبي أقول علشان النفسية نجيب، إحنا بالفترات الأخيرة كل واحد صار عنده قاعد مع هذا الجهاز الذكي أو قاعد منعزل مع نفسه، فصارت يعني إذا تلاحظ نجيب الفترة الأخيرة صار وايد مهم إنه يكون في شق وجانب نفسي عشان تتطور من نفسك. بس عجبني إنه يقول في دعوات عامة يعني كفري. وفي بالنسبة للنقطة هذه عندنا مقياس في إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي وقلق الوالدين، في عندنا مقياس خاص فيه نوزعه أيضا مجانا في ورشنا، فهذه أيضا تفيد حق الفئة هذه اللي يكون معزولين ويكونون يعني أحيانا صار عندهم اضطرابات، أيضا ما يقدر يتعامل مع المحيط الخارجي لأنه دائما منعزل، مفرداته أيضا محدودة، علاقاته محدودة، إدراكاته محدودة، فهذه أيضا في المقاييس تكشفها في هذا الجانب. أيضا عندنا في جانب الإدمان، ايضا في جانب الادمان كان عندنا مشروع مع ايضا احدى الجهات فيما يتعلق بالادمان، وعندنا ايضا مؤتمرات في ما يتعلق بالادمان ايضا احنا نشارك فيها يعني. ما شاء الله. دكتور علي، عفوا بروفيسور علي، خلينا نتكلم عن دشيت انا عندكم الدوره. نعم. اخذت شهادتي. حلو. ممكن تفيدني في مجال عملي. نعم. وممكن يعني سي في. سي في.
صحيح. في متابعة لي أم أن خلاص أنا أخذت الدورة وخلصت توكل على الله هذه شهادتك وبس؟ احنا بالنسبة حق قضية المتابعة، طبعا المتابعة الآن مو موجودة عندنا بالشكل اللي هو الفعلي، تمام، ولكن في عندنا استعداد كامل لأي شخص يأخذ عندنا ورشة عمل أو يأخذ عندنا دورة ويحس أنه هو استفاد منها ويبي يرجع لنا ويتواصل معنا، الباب طبعا مفتوح. ودائما على قولتهم احنا في عندنا قسم اللي هو العلاقات العامة والإعلام، ممكن يتم التواصل معه أو يتم التواصل مع نفس الشخص اللي عمل هذه الدورة. يعني واحدة من الورش العمل اللي سويناها، أو عفوا دورة سويناها، كانت مدتها 15 ساعة، وهذه كانت أعتقد في وقت اللي هي جائحة كورونا. تمام، وكانت عن تصميم معرض افتراضي باستخدام برنامج اسمه Art Steps. فكان في عندنا مشاركين من دول الخليج وفي مشاركين من دولة الكويت. الجميل في هذا الأمر أنه كان في منهم بعضهم اللي هو معلمين، كان في معلمات ثلاث، وكان في طالب في اللي هو الطب يدرس أعتقد في أمريكا. فلما خذوا معنا الورشة الدورة هذه صمموا معارض ويابوا على قولتهم يا أما أعمال لوحات من يسمونه من الانترنت وحطوها. لكن بعد تقريبا 6 أشهر ثنتين من اللي هم المعلمات اللي أعتقد أنهم في البحرين سووا معارض لطالباتهم ودزوا لي الرابط على أساس أني أنا أشوف وأبدي رأيي في هذا الأمر. فما كانت العملية يعني خذوا الورشة أو الدورة وانتهت العلاقة، تمام، لا، في مجال أن احنا نتواصل وياهم على حسب الحاجة. وهذه الشهادات معتمدة ورسمية؟ هذه شهادات من عندنا من الفريق، كون الفريق فريق تطوعي، تمام، ومعتمد من وزارة الشؤون، يعني نقول هذه الشهادة، بس احنا اللي نعطيهم شهادة حضور، تمام، وليست شهادة اجتياز دورة، لأن في هناك فرق بين الأثنين. شهادة الحضور هذه معناتها أنه حضر هذه الدورة وشارك فيها، أما شهادة الاجتياز فمعناته لازم يكون فيها اختبارات نظرية واختبارات عملية، تمام، وهذا موضوع آخر. أنتم ما قاعد تسوون الاختبارات النظرية والعملية؟ احنا في الوقت الحالي لا، ما قاعد نسوي الاختبارات، لأن هذه أعتقد أنه لازم تتم من خلال معاهد مرخصة في دولة الكويت هني على أساس أنه تعطي شهادة من هذا القبيل. فإحنا في الوقت الحالي نعطي اللي هي الشهادة اللي هي شهادة حضور، وربما في المستقبل إن شاء الله القريب نقدر نفتح أيضا خط ثاني بحيث أن احنا نعطي شهادة اجتياز. نعم. بروفيسور علي، يعني خلينا نتكلم عن هالنوع من الدورات، يعني كإقبال المشاركين لها. نعم. وهل هي يعني مجانا أو يعني كلها مجانا ولا لا في البعض منها يكون مثلا بمقابل مادي؟ يعني احنا الى الان كل الورش اللي سويناها وكل الدورات اللي سويناها مجانيا، وهذا يمكن احد اسباب اللي هو نجاح وانتشار الفريق، لدرجه ان كثير من مؤسسات الحكومه لما نقول لهم الورشه او الدوره مجانيه يقول يعني هناك جهات اخرى قاعده تطلب فلوس. لكن احنا كون الفريق هذا فريق تطوعي وناس محبين ان احنا نقدم خدمه للوطن للمواطن، احنا دائما نقول الكويت عطت الكثير، فمن حقها ومن واجبنا ان احنا ايضا نقدم. فهذا اللي احنا قاعدين نسويه. نسمع على مسمى مدربون كويتيون بلا حدود. بلا حدود. طيب دكتور عباس، خلينا نتكلم عن، انا الحين بتخرج عندكم، شلون الطريقه؟ وهنا يعتمد، بس انا يعني عطفا على كلام البروفيسور علي، احنا وقت كورونا قدمنا اكثر من دوره. صحيح. دوره ايضا اللايف كوتشنج ايضا قدمناها. صحيح. على مستوى الوطن العربي. نعم. وكان في حضور وايد جميل، وكانت 15 ساعة يعني كل يوم 3 ساعات تقريبا، 24 مشارك. اي كانوا من يعني بعض الدول العربية ومن الكويت يعني. فيعني كنا ايضا شغالين حتى وقت كورونا يعني في هذا المجال، ما وقفنا، نشاطنا كان مستمر. بالنسبة على سؤالك، عطفا على سؤالك، اللي بيدش عندنا يعني لازم يعمل، يعني من الشروط الأساسية أن يكون عنده شهادة إعداد مدرب. شهادة إعداد مدرب، ليش عندنا هذا شرط أساسي، بالإضافة طبعا إلى المؤهلات الأخرى، يعني الآخر يعني المؤهل علمي وبس يعني، وتصير في مقابلة. شو شهادة إعداد مدرب علشان يدخل عندكم كمدرب؟ يعني أساس تكون أنت جاي عندك مؤهل، يعني عندك مؤهل العلمي في التدريب، أخذ عاد من أي مكان
ايضا نسوي لك تقييم يعني في لجنه، يعني مع الشهاده اللي عندك نخليك تقدم برزنتيشن، تقدم عرض مرئي ومسموع ونقيمك نشوف. بس عاده احنا ناخذ يعني الجميع عيوننا اساس كنوع من التشجيع حق الشباب الكويتي، وايضا شفنا في اي نقاط ضعف ما شابه ذلك ناهلهم بحيث يكونون اعضاء فاعلين عندنا وينطلقون معانا. بس لازم يكون عنده شهاده اعداد مدرب. صحيح، لان تكون هي كحقيبه يعني شلون يسوي يعني لازم جاينا بحيث انه هو رغبان في هذا الجانب، لان الجانب هذا يبي له ايضا مجهود، شلون تعد الحقيبه التدريبيه وتطبيقاتك ومقاييسك وتروح تقدم وتي، فيبي له يعني حتى الجانب الشخصي والنفسي ايضا يعني ايضا مهم جدا في الشخصيه اللي راح تينا اساس يعني يكون انضمامها معنا يكون انضمام فاعل. احنا انا ودي اتعرف على يعني احنا ما شاء الله بفتره صيفيه حاليا، وفيها ان الناس ممكن ان يكون لهم دعوه من خلال برنامجنا بانهم يعني ينضمون كمشاركين او ان كانوا حابين يكونون في كمدربين. شنو عندكم في الاجنده لفصل الصيف بروفيسور؟ والله احنا بالنسبه لنا احنا طبعا كنا نتعاون مع مكتبه الكويت الوطنيه بحيث انه يكون لنا كل شهر يومين يعطونا فيهم قاعه لعمل التدريبات، ولكن خلال الفترة اللي هي فترة الصيف هذه أعتقد إلى بداية شهر 9 يبدو أن المكتبة جدا جدا مزدحمة بالنسبة للفعاليات اللي موجودة فيها، فللأسف ما توفقنا أن احنا نحصل هذا المكان، ولكن إن شاء الله ممكن أن احنا نبحث عن أماكن بديلة، لأن أي مكان راح نسوي فيه دورة تدريبية أو ورشة عمل أهم شيء أن يكون المكان هذا مناسب لعمل هذه الورشة، من حيث السعة المكانية ومن حيث اللي هي التجهيزات، يكون في عندنا جهاز كمبيوتر، في عندنا داتا شو، في عندنا شاشة، فالمكان جدا مهم. فإحنا الآن ما قدرنا أن نطرح شيء للفترة الصيفية إلى أن نحصل على اللي هو المكان المناسب، بحيث أن في ذلك الوقت نقدر نقدم إن شاء الله ومستمرين. تعودونها إن شاء الله إلكترونيا ممكن أن في الواقع الافتراضي وارد جدا عملية اللي هو يسمونه التعويض، تمام. ولكن إحنا أيضا في شغلة ثانية جربناها من خلال اللي هو الجانب اللي هو الإلكتروني. طبعا احنا على قولتهم نتجاوز في حدود المكان لانه ممكن تصير العملية منتشرة، ولكن في بعض المرات يكون شوية التواصل بسبب مرات انقطاع كهرباء، ضعف اللي هو الانترنت، تمام، عمل بعض المشوشات، فلقينا ان الافضل اللي هو الحضوري التواصل الحضوري. في شغله بس حبيت اني انا اضيفها بالنسبه للكلام اللي تفضل فيه الدكتور، ان احنا ايضا قاعدين نحاول بالنسبه لاعضاء الفريق ان احنا نسوي ما يسمى بعمليه اللي هو التنميه الذاتية أو التطوير الذاتي، بحيث أن حتى اللي هم أعضاء الفريق يعني احنا ما نوقف عند الشهادة اللي حصل عليها، طبعا أقل شهادة اللي هي مدرب معتمد، وعندنا مدرب محترف، وعندنا مدرب متخصص، هذا غير اللي هو الكوتش الممارس والمحترف والمتقدم. فأيضا الأعضاء بين فترة وفترة نعمل لهم ورش عمل بحيث أن احنا نطور من مهاراتهم وننشطهم. نعم دكتور عباس، ودي أتكلم عن المقابل المادي. انا الحين مثلا على سبيل المثال هل هناك في مقابل مادي يحصل يعني نقول وايد ناس حاليا يقول لك انا ودي ادخل دوره، بس هل انا راح ادخل بمقابل مادي ام انه راح تكون الدخول او الاشتراك مجاني الى اخره؟ فودي اعرف اكثر عن هذا الموضوع. لا احنا كما طرحنا في البدايه احنا فريق تطوعي ما ناخذ اي مبالغ ماديه، حتى لو انا بدش عندكم يعني انا باخذ دوره عندكم ما راح ناخذ اي مبالغ. احنا فريق تطوعي، فبالتالي هدفنا الرئيسي انه يكون بدون مقابل نقدم الخدمه هذه يعني فيما يتعلق في الجانب التدريبي. ومثل ما تطرق ايضا الدكتور علي ان احنا ايضا المدربين ناهلهم باستمرار، في لهم ورش وفي لهم توقيتات وفي لهم ايام معينه على اساس ناهلهم. التخصصات اللي انتم فيها شنو هي؟ والله عندنا جوانب عديده حسب تخصصات الفريق، يعني عندنا نسبه من الاساتذه بالجامعه وبالتطبيقي. جميل. والاستشارين في العلاج النفسي وفي الاداره وفي القياده وفي التربيه البدنيه وفي المسرح الطفل، وعندنا يعني مجموعه يعني يعني اكثر الجانب احنا مركزين عليه الجانب الاداري النفسي الاعلامي وذوي الاعاقه، وايضا ما يتعلق بالمسرح مسرح الطفل.
يعطيكم العافيه على كل هذه التفاصيل. يعني نتمنى دائما ان احنا نشوف على قولة القايل ان احنا ككويتيين ان نعطي بلا حدود في هذه الدورات، ان كانت يعني على جانب طرف المتدربين او المدربين. كل شكر لك الدكتور عباس احمد الطراح، مؤسس ورئيس فريق مدربون كويتيون بلا حدود التطوعي، وايضا البروفيسور علي صالح النجاده، رئيس لجنه الاستشارات والتخطيط والتدريب في الفريق. شكرا جزيلا لوجودكم معنا وحضوركم في البرنامج. شكرا لكم لاستضافتنا. يعطيكم العافيه. اذا مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم العوده ان شاء الله.